صحيح كانت مقابلة مهمة جدا باش ديما نبقوا في الكورسة مع فريق صعب على ميدانه وفريق معناها يلعب على تفادي النزول. كانت مقابلة حضرناها نحن نفسانين بالكدا، الأولاد كانوا في المستوى ونجيرين معناها المقابلة سيرناها كما نحبوا نحن. فريق وادي الليل بدا المقابلة بقوة، امتصنا الهيجان نتاعهم نتاع العشرة دقائق الأولى، بعد خذينا المقابلة في يدينا وتحكمنا فيها كما حبينا نحن وسيرناها كما حبينا. لكن وادي الليل ينقصوا لاعب زيادة، ما هذا كان داعم كبير؟ لا ماهوش كان داعم، بالعكس عمران وادي الليل ما طيحتش في الريجيم نتاعها بتسعة لاعبين وحارس مرمى، كان عندهم فولونتي كبيرة برشا، دعم جمهور كبير، احنا وقفنا مليح، ما جابتش فرص حقيقية وادي الليل على المرمى نتاعنا، هنا اكسبلواتي معناها كورة جابت لنا ضربة جزاء، عملنا التغييرات اللازم باش نستحفظوا على النتيجة نتاعنا. الاولاد عطاهم الصح ما قصروش، انا ميريتي لي 3 بوان تاعنا، الباركور مازال الصعود باش تلعب حتى لاخر جوله. زعما ماهوش محسوم بالمباراه القادمه امام شبيبه العمران؟ احنا الصح ما قبل شبيبه العمران عندنا شبيبه القيروان، اهم مباراه هي تقريبا شبيبه العمران، اهم مباراه هي شبيبه القيروان في جندوب، وبعد نحكوا على مقابل المباراه مباراتنا بيان سور، اللي يحسب واحد مرات يفضل له. احنا نحضروا في الماتشواتنا كانها مقابله كاس، كل مقابله و3 بوان تاعها، بعد ما نكملوا شبيبه القيروان تو نفكروا في العمره.